نبدأ من اللوبي كله، نبدأ من السعودية. تعتبر نفسك صفات مدرب التاريخ اللي الفتح بعد النجاحات الكبيرة اللي حققتها معاهم؟ والله مدرب تاريخي هذا تقييم يرجع اكثر من الصحافه السعوديه ولا منطقه، لكن لازم نقيم المشوار لانه كان مشوار ناجح. علاش النتائج الموسم هذا ما كانتش كما يلزم؟ النتائج معنا طبيعي الحقيقه، من البدايه يمكن تاقلم من اللاعبين الاجانب اللي هم كلهم من اوروبا واللي جاوا من مناطق بارده، معناها كان الجو معناها حار برشا عليهم في المنطقه السعوديه اللي خلت الاقلم تاعهم صعب شويه، وتو بداوا يتاقلموا مع الفريق ومعناها بدا الفريق يمشي. قلت حكيت انت على الاجانب ما نسيتش نحكي، وكان معك عبد القادر الوسلاتي اللاعب التونسي. تخليته عليه الموسم هذا، علاش تم التخلي عبد القادر الوسلاتي؟ والله عبد القادر اول شيء هو اللي فسخ العقد بتاعه، فسخ معناها فسخه من جانب واحد، وتعرف في المملكة العربية السعودية احنا كان عندنا 8 جانب ومعناها ومسمو طاحوا للمعنى 7، يمكن الاختيار وانه في معناها في البلاصة هذاك اللي يلعب فيها عبد القادر جبنا اجنبي اخر، هذا اللي خلى الاختيار يكون على الاجنبي الثاني، وعبد القادر خلينا هو رقم 8، لكن في الاخير هو اللي منع سخر العقد نتاعو، وهذا ما ينقص من قيمه عبد القادر. عبد القادر الحقيقه عمل معنا موسمين معنا جيدين جدا، وهو كان هذا اختياره على اساس وانه يكسر العقد نتاعو من جانب واحد. بالنسبه لك انت، علاش خذيت الديسيزيون بتاع المغادره؟ لا المغادره معناها تعرف وانه الاتصالات مع نادي الشاقسي كانت معناها مبكره، وخممت برشا خاصة في ما تجربة في تونس، خاصة ما نعرف واني عملت معنا 3 أسابيع في معنا في نادي الشاقسي وشفت الأجواء في نادي الشاقسي. هذا كيف يقولوا هذا اختياري، وهذا معنا خاصة بعد 20 سنة غربة معناها ومع فريق كبير مثل نادي الشاقسي، حبيت واني نعمل مثلا التجربة هذه ومثلا نرجع تونس، وعلاش لا وانه نعمل نتائج جيدة ان شاء الله. بالفتح سمعت اللي قالوا لك عاوننا حتى في اسم مدرب جديد، باعتبارك انت عندك مصداقيه كبيره عندهم، هل صحيح هذا صفات حيه؟ والله هذا اللي صار، انا احنا حتى معناها المغادره من نادي الفتح معناها كان الاختيار مني انا قبل كل شيء، ومعناها وتكلمت معاهم على اساس واني بعد فتره راني مثلا راني بغادر، ومعناها وتكلمنا وانه معناها المدرب الاجنبي مش انا اللي اخترته، اما كانت الاسماء معروضه عليا، معنا معروض علي على اساس واني اختار معنا واحد فيهم، وهذا اللي يحصل معنا اخترت مدرب على اساس وانه هو اللي يجي معنا هو اللي يجي وهو اللي معنا يكمل المشوار، وقعدت معه حتى فتره حتى معنا حتى قبل معنا المشي في العداله معنا قبل المشي معنا 3 ايام معنا كان سلمت كل شيء عطيت كل شيء وبعدين غدا. هل وقع اقتراح مدربين توانسه؟ كيفاش؟ هل وقع اقتراح اسامي مدربين توانسه؟ والله لا، كان الاقتراح مش من ثابت، كان الاقتراحات كلها اوروبيه، وكان الاختيار اوروبي من اول. اكيد عملت تضحيات كبيره باش تقبل اللوفر بتاع السي اس اس، اكيد الفرق كبير بين السعوديه وفي تونس. والله ما هيش تضحيات، الاتفاق دي ما يقعد فريق كبير، بس تضحيات الامور الماديه اوكي لكن مسامين فيها، اما اللي يهمني تو الهدف الرياضي، ولا هدف الرياضي مع نادي الشاقسي هدف كبير، وهذا علاش اخترت الاختيار هذا. يعني ما تنجمش تتحمل ظروف ماليه صعيبه في كورتنا عموما معناها؟ والله الامور الماديه في كل الفرق معناها صعبه، ان شاء الله معناها الامر هذا يتحل، ان شاء الله الامر هذا معناها يتحل ونشوف حلول، معناها كذا حلول اللي معناها تخلي الكره التونسيه تقدم قبل كل شيء. كما قلت لك عملت تضحيات كبيره، ممكن باش يكبر اسمك في تونس، خاصه تصور انك معروف في السعوديه اكثر حتى من تونس، يقلقك نجم الشيء هذا؟ لا ما يقلقنيش، انا بالنسبه لي انا هذا تحدي وقبلت التحدي، وحتى يمكن علاقتي في السعوديه وفي ومن بحكم اسمي اللي موجود من السعوديه خليت حتى عدد صحفيين اللي من هي مثلا يتابعوا مثلا الدوري التونسي، انا بالعكس مثل ما قلت لك مثلا التعاقد مع مثلا نادي الشاقسي هذه فرصه كبيره معناها بالنسبه لي انا، عشان معناها الواحد باش معناها يحاول وانه معناها يقدم الافضل خاصه في نادي الشاقسي.
انت استفدت حاجه كما نقول هلم بالمقلوب، لان مثلا المدربين يبداوا من تونس ويمشوا للسعوديه، انت بالعكس، على ايش الشواهد؟ والا اختي لا لا بديت، اجباري كان. لا لا ما بديتش بالمقلوب، بالعكس انا بديت من تونس. وانا بدينا الحقيقه، يمكن مثلا السيره الذاتيه هي اللي ما كانتش معروفه في تونس. بديت في منا في تونس من عام من 90 90 الحقيقه. وتو المسيره كلها متوسطه، صحيح واني منا كنت بدات ما على مستوى ما شبه في الافريقي، معناها فريق مصر لما كان في المنافسه في الدرجه الاولى. معناها وطلعت من بعد مشيت للسعوديه، معناها مشيت للسعوديه وكان المشوار طويل. هذا يمكن خاطر اغلب المشوار التدريبي بتاعي كله عملته في السعوديه. هذا علاش معناها كانت معناها الفرصه اكثر في المملكه العربيه السعوديه. تطمح للمنتخب سي فتحي؟ والله بدون شك كل مدرب يطمح هو انه يدرب منتخب، ولا كل مدرب تونسي، هذا شرف لكل مدرب تونسي. خذش كلام قبل تعيين منذ الكبير، فهمت اتساءلت معك كانت شنو صحيح من هذا؟ والله شنو صحيح من هذا، معناها الاسم قيمة تروح. أما في الاخير معناها كان الاختيار اهم شيء على مدرب تونسي اللي هو الكبير. وانا بالعكس احنا ما ندعم كل مدرب يكون تونسي، وان شاء الله يكتب النجاح ان شاء الله. اي انت كلموك انت ولا؟ شوف الاقتراحات كانت اكثر من على مستوى الصحافه بقى. معناتها بصفه رسميه ما كلمك حتى حد؟ لا باهي، نحكي شوي عن نادي الصفاقسي، كيفاش بدات الاتصالات مع السي اس اس؟ الاتصالات كانت عاديه، كانت من عند رئيس النادي اللي معناها بصفه وديه، خاطر يعرفني تعاقد مع مثلا الفتح. معناها صعب انه الناس ما تفاوض معايا. معناها كان القرار من عندي انا، وانه يعطيني مهله باش نفكر في هذا الموضوع هذا. وفي الاخير ما تكلمنا مع بعضنا وتفهمنا، وهذا اللي صار. وشنو من الاهداف حطيتوها من بعضكم؟ والله الاهداف، اهداف نادي الصفاقسي مش تكون اول شيء الفريق معناها يطمح قبل كل شيء، وانه يكون في الشامبيونز ليج المره الجايه، وهذا اهم هدف بالنسبه لنا. الافكتيف الموجود ينجم يحقق الاهداف هذه؟ الافكتيف الموجود عندنا الثقه الكامله فيه، عندنا الثقه الكامله فيه، ونزيده في الفتره هذه ان شاء الله. من هوني مثلا ديسمبر نزيد نشوف الوضعيه نتاع كل اللاعبين. واكيد مثلا الصفاقسي يحتاج بعض التدعيم في بعض المراكز اللي معناها باش تكون ان شاء الله في معناها شهر ديسمبر ان شاء الله. شنو هما المراكز اللي بيجيوهم سي فتحي في التدعيم؟ والله تو صعب باش معناها نجاوبك على المراكز، اما هذه ان شاء الله معناها تكون في من التقرير اللي باش يكون في ديسمبر ان شاء الله. اما جمهور السي اس اس ديما يطمح الالقاب، انت قلت تحب ترشح الشامبيونز ليج، اما جماهير الفرق الكبيره بصفه عامه في تونس تحب الالقاب. بدون شك احنا مش نطمح، احنا معناها في ان واحد. انا لما نقول لك الهدف بتاعنا معناها الشامبيونز ليج، مثلا الشامبيونز ليج مش تكون الاول ولا من اول من الكؤوس من الموجود. احنا عندنا معناها كان عندنا السوبر كوب، وعندنا كاس تونس. هذا بكل معتمدين نادي الصفاقسي يكون مراهن عليه. تعودنا الشكر الزعلان ديما يكون معك، علاش ما كانش معك في التجربه هذه؟ والله شكري انا كان معي على فتره طويله، وانا بالعكس انا كنت نتمنى وانه يكون معانا في هذه التجربه هذه. بس ما تعرف معناها جينا ولقينا مساعدين، معناها لقينا مساعدين معنا موجودين، وانا كان عندي مساعد اول اللي في الحي. معناها صعيب واني نجيب مساعد ثالث، هذاك علاش معناها شكري معناها ديما في معناها ديما معناها نطمح ان شاء الله وانه يكون معنا في الفترات القادمه. كيف علاقتك برئيس النادي وعلى شنو اتفقتوا؟ خصوصا في تونس نعرفوا رؤساء النادي من بينهم سي المنصف زاده يعطيوا رايهم فنيا معناها في المدربين. والله علاقه طيبه جدا، وانا حتى الاهداف اللي قلت لك عليها هذه ما ذكرتها وحدي، هذه جات معناها من بعد معناها قعدات مع رئيس النادي. وتفهمنا على الاهداف بتاعنا. بالنسبه لامور التدخل في الامور الفنيه حاجه هكا كيفاش؟ لا 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 الحقيقه الكلام هذا سمعته برشا خاصه من برا وكل شيء. عندنا رئيس النادي اللي يعمل في من العمل بتاعه، وانا الى حد الان تو عندي من 3 اسابيع او 3 اسابيع من 3 اسابيع العام الماضي. من الحقيقه الامور هذه ما شفتها، وانا حتى الامور هذه لو توقع معنا كلمه